العقبات اللي كانت ممكن تبوظ العملية. بس أكبر عقبة كانت وصول أتوبيس مدرسة أطفال وبدأ ضرب النار. كان كل همي إن أحمي الأطفال وما أحسسهمش بأي خطر حتى لو كان على حساب نجاح العملية. احنا بنهزر على فكرة، كنا بنلعب عسكر وحرامية، تحبوا تلعبوا معانا؟ ماشي، انتوا أدبي ولا علمي؟ أدبي؟ كويس. طيب تلعبوا إيه؟ تلعبوا استغماية؟ استغماية. طب يلا كلنا بقى نغمى عينينا نعمل كده؟ يلا، محدش يبص، محدش يبص خالص. بصولي بصولي بصولي. الموقف كان صعب جدا، بس الحمد لله قدرت اوفق بين شغلي والاولاد. وبعد ما قدرت اطمن الاطفال وكنا خلاص هنخلص، التهب الموقف من جديد لما دخلت علينا عربيه رئيس الوزراء. وعرفت منين بقى ان دي عربيه رئيس الوزراء؟ عرفت منين يعني ايه؟ عرفت منين ان دي عربيته بتاعته؟ من التشريف يا بنتي. ايه اللي عرفت منين؟ ما كل الناس المهمه في البلد بتبقى ماشيه بتشريف. اشمعنى يعني قلت ان العربيه دي بتاعت رئيس الوزراء؟ ايه اللي اشمعنى يا بنتي؟ انا ظابط اعرف كل العربيات اللي في البلد واعرف مين صحابها. طب عربيه احمد شيبه شكلها ايه؟ احمد شيبه ما بيركبش عربيات، احمد شيبه دلوقتي بيركب موجه. ماشي كمل. اكمل ولا لسه هتساليني محمود الليثي بيركب ايه وبوس سمير بتركب ايه؟ لا انت شكلك مش عارف اساسا. ها يلا كمل. ما علينا، زي ما قلت لك كده لقيت عربيه رئيس الوزراء وقدامها الموتوسيكلين التشريفه. كنت فاكر ان وجود عربيه رئيس الوزراء في المكان ده مجرد صدفه، بس اكتشفت انه كان مستهدف من عناصر ارهابيه غاشمه. بس من حظهم الاسود ان انا كنت موجود في المكان ده، والحمد لله ربنا كرمني وقدرت انقذ سياده رئيس الوزراء واطفال رحله مدرسه علو للحديقه الدوليه وكايرو مول وقضاء على تنظيم داعش في الحي العاشر بمدينه نصر بضربه واحده. طبعا رؤساء انبهروا بيا وكافئوني وادوني اجازه شهر. انا بقى قلت ادلع نفسي، يعني قعدت اسبوعين في الفيوم واسبوعين في فندق كتركت بالمرويتيه. طب ومعتز التوني؟ مين معتز التوني؟ اكبر تاجر سلاح في الشرق الاوسط، ما قبضتش عليه؟ معتز التوني؟ يا بنتي معتز التوني ده اتقبض عليه في اول 3 دقايق في المهمه. اصلا انا ما روحتش، يعني بعت له الصوره احمد الجندي قبض عليه بقى هو وكل العصابه بتاعته. طارق الشوره بقى وحبيشي واحمد مراد واحمد مظهر بصاوي كلهم دلوقتي مرميين في المهندسين. مش عارفه ليه حاسه ان القصه بتاعتك كده فيها هكس شويه. فيها ايه يا حبيبتي؟ هكس. اسمع مني، انا هجسه قديمه. هكس؟ صدقي اعتبر ان انت انسانه ممله وخيالك ضيق وما بتبصيش غير تحت رجليكي وسايبك وماشي عن اذنك. لا يا باسم ما تسيبنيش، لا ما تسيبنيش لوحدي في الغابه. يا باسم يا يا باسم يا خساره. مشي ابن حنه، الهي ما يرجع. مش بقول لك خيالك ضيق؟ ايه دون يا باسم، انت جيت؟ ده انا قلبي كان واكلني عليك كل دون وخيالي ضيق. انا الظاهر عليا كنت ممثله او كاتبه سيناريو. كاتبه ايه؟ سيناريو. سيناريو. صباح على خير يا استاذ عتاب نعوم. وماله؟ هكتب غابه النساء. خش تعبتني. خش يا باشا. شبك لي يا ماحص. لا هعمل فيه فينش. لا دي لو عملت فيه فينش هيموت. ايوه صح، انت واقف فين دي؟ يلا بينا ادحروه. استني، احنا لازم نسمعهم كلمتين نبين لهم الارهاب. بقول لكم ايه؟ نبين لهم الغباوه. ايوه بقول لكم ايه؟ نبين لهم الشده. بقول لكم ايه؟ نبين لهم الطغيان. سيبني ابين لهم. بين. كلمتين ابرك من جرنها.
ونهي يهرب من كرداس. واللي ما خدتهش القرعه تخدم الشعوب. وابو وردان صديق الفلاح. واللي بالقدر على فمه من البت ومن امه. وبر الولدان اهم من رضا ابوك وامك. وبكره نقعد جنب الحيطه ونفضل قاعدين جنبيه. هو احنا ورانا حاجه؟ ايوه صح، ما احنا حابسينكم. اظن الرساله وصلت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا بينا.我受过这些人的欺压了，就因为让他们控制了水源和把食物都给拿走了，就让他们这样控制我们。我们人本来就比他们多，从明天开始，我们要把这个岛给控制住。但是现在我们有一个问题，什么问题？Dio Lanos， 交给我，Dio Lanos。 بلسيمو، بلسومي، باسم، باسم باشا. يا لهوي، الراجل راح مني يا ناس، اوعى تكون قلت والنبي يا باسم. ايه؟ في حاجة ماشية عليا؟ يا لهوي، الحمد لله، افتكرت اللي انت فرهدت ومت ولا جالك كرشة نفس ولا عزرائيل جه قبض روحك. جعتها بالملف السعد، ليه بتفول عليا؟ حرام عليك يا شيخة، ما صدقت اريح لي ربع ساعة عشان انسى الجوع اللي انا فيه، بتصحيني ليه؟ طب إله يا رب ما كنت توعى تصحى، انا خفت عليك. ايه ده؟ بجد خفت عليا؟ والله خفت عليك. ولا خفت لا اموت وتقعدي لوحدك؟ لا يعني بس فرج فرج عتاب. بس الحمد لله انا اطمنت عليكم، اصل انا كنت قلقان عليكم قوي. انا جبت لكم اكل. ربنا يعمر بيتك ويعلم مراتبك وما يحرجك لحد ابدا يا رب، تعيش وتجيب لنا. يجيب لنا ايه؟ انت شايفاه داخل علينا بكيلو كباب. فين يا فرج الاكل ده؟ معايا. معاك فين؟ اهو ده نحل بيه بعد ما ناكل. لا هو الحقيقه انتوا هتاكلوا نصه وتحلوا بنصه. هو الكشك كان بيقفل وانت جاي؟ لا اللي عرفته اشيله.